منها حارب الحسن المحسن احق جامد بها الكتب الصينية. البداية والله يا يعني بعت الكتب زمان ما كانش ليهم مكان ثابت، وكانت الكتب على ايديهم كده وبيلفوا على المقاهي علشان يسوقوا الكتب اللي معاهم. فلما كان بتيجي فترة الفيلولة كانت مصر لسه برضه عدد السكان كان قليل، وكانت الناس كانت بتروح، الناس كانت بتروح بيوتها تقضي فترة الفيلولة بالذات في ايام الصيف يعني. فكان الباعة بيدوروا على اي مكان ظل يقعدوا، فبالصدفة كده الناس قعدوا على سور الحجر دوت وحطوا الكتب منهم، اللي بياكل سندوتش اللي بيشرب سيجارة. مرة على مرة الناس بقت بتمر من جنبهم بقى يشتروا منهم كتاب في التاني في التالت، وهم وجدوا ان هم ممكن يسوقوا البضاعة بتاعتهم وهم قاعدين في المكان دوت. بدأوا يشدوا خيط كده على السور الحديد ويفرشوا عليه الكتب، يعملوا خلفية يعني ويحطوا الكتب بتاعتهم على السور الحجري، بقى شكل مكتبة وشكل بديع قوي. الشغلانة دي ابتديتها يعني أنا عندي 65 سنة، أنا قلت لك أنا ليا حوالي 57 سنة بشتغل منها دي، حتى قبل ما التحق بالدراسة الابتدائية بحكم إن أنا ورثت المهنة، والدي وجدي كانوا بيشتغلوا منها دي. بعدين كان بيتنا قريب هنا باب الشعرية، كنت باجي من باب الشعرية لغاية المكتبة هنا يعني المسافة كانت بسيطة حوالي 5 دقايق مشي. كنت باجي متراجع على ساعتهم قاعد معاهم كده يعني، وبالذات حتى بعد ما اتحقق بالدراسه في الاجازات الدراسيه كنت بقعد معاهم كده. فبالنسبه لي كانت حياتي كلها في بس التطوير اللي حصل بعدها، لان ايام ما كانوا بيحطوا الكتب على السياج الحديدي كانوا بيعملوا بيها خلفيه ويحطوا الكتب على السور الحجري. في الفتره دي انا ما حضرتهاش، لكن حضرت ما بعد لما اتعملت اكشاك. لو نصينا في كتاب القاهره في 1000 عام هنلاقي دي شكل الاكشاك، اول اكشاك تتعمل بالرسول الاسبقيه. دي صوره موجوده في القاهره في كتاب القاهره في 1000 عام. الصوره دي انا حضرتها، كانت تعتبر في بدايه الستينيات يعني انا او عنها بالظبط يعني. طبعا كان الباترينا كانت مستطيله، العمق بتاعها كان حوالي 70 سنتي، الطول بتاعها حوالي 4 متر او 5 متر، كانت ضرفه على شكلها. حتى الكهرباء ما كانش عندنا كهرباء، كان في حاجه اسمها كلوب زمان، كنا واحنا صغيرين كانت شغلتنا ثلاث حاجات، يا اما ندي على الكتب، يا اما ننفض الكتب، يا اما ندي النفس للكلوب، دي كانت شغلتنا واحنا صغيرين. طب حضرتك ممكن تحكي لنا ازاي ابتدت فكره معرض الكتاب سور الازبكيه ابتدت؟ الفكرة بدأت في 2011، احنا في 2011 المعرض الدولي أساسا اتلغى عشان 25 يناير والأحداث اللي حصلت في الثورة، والمعرض اتلغى حتى كنا مشتركين وكانت البضاعة بتاعتنا كانت موجودة هناك. لما خدنا بضاعتنا من هناك وخدنا نصرفها من هناك وخدناها، جينا هنا طبعا عندنا بضاعة مخزونة وما عندناش فلوس موجودة، فاضطرينا ان احنا يعني نعمل مهرجان هنا. بس عملناه لمده 7 ايام او 10 ايام اعتقد، لان برضه كان اللي كان فيه انفلات امن ما كانتش الدنيا مظبوطه، فعملناه لمده بسيطه. لكن النهارده الحمد لله احنا عايشين في امان، عشان كده احنا عاملينه شهر من 15/1 ل 15/2، ودي فتره اجازه نصف العام. ازاي ابتديتوا تعملوا دعايه للمعرض؟ والله احنا معانا شباب برضه، الشباب بتاع المحافظه النهارده مطلعين على التكنولوجيا، فبدانا ان احنا نعمل مجموعه عمل مكونه من 10 افراد، وكل مثلا كل 3 يوم اختصاص بالمجموعه، وعندنا حوالي 3 ماسكين صفحه عاملين حاجه اسمها صفحه سور الازبكيه، وبدانا نعمل عليها اعلان ممول وكده، والحمد لله الدنيا كلها حتى عرفت المكان بتاعنا. اتقال مثلا السنتين اللي فاتت ان هو معرض موازي لمعرض الكتاب، هو ايه بقى الخلاف اللي كان بينكم وبين المعرض، وبعد كده ازاي يعني ايه التطورات اللي فيه وكده؟ انا اولا انا برفض كلمه موازي وكلمه متزامن، انا برفض الاثنين دول، لان احنا معلش يعني احنا ناس سوق شعبي لتسويق الكتاب القديم والمستعمل، فمن هنا مفيش معلش يعني مفيش اي شغلنا وشغل المعرض كلها اصدار حديثه والجمهور نشر جايه من جميع انحاء الدول العربيه، فما فيش معلش يعني ما فيش مقارنه بين الاثنين. لكن احنا مختصين بذاتنا، واحنا شغلنا غير مش غير شغلهم، حتى الزبون بتاعنا برضه الزبون برضه يعتبر متوسط الحال زي حالتنا، فبالتالي لا هو متزامن ولا هو يعني ضد المعرض.
بس كانت الفكرة ان ابتدى في انتباه مع المعرض لما اتقال ان سور الأزبكية مش هيبقى موجود جوه المعرض من سنتين. يا عموما الازمات بتصنع كل شيء. والإنسان المصري حتى بيحاول في ازمته بيحاولها لصالحه. فاحنا برضه عشان تعرضنا السنة اللي فاتت لأزمة عدم الاشتراك في المعرض الدولي وعندنا بضاعة كانت مهزورة برضه، احنا طول السنة عندنا مشتريات. انا حتى لغاية النهاردة لما بيجي لي حد يقول لي عندي شوية كتب انا بروح اشتريها من عندي، يعني طول السنة عندنا مشتريات. بس السنة اللي فاتت كان عندنا مشتريات مخزونة في المخازن وما عندناش برضه ما عندناش مخزون مادي. فبرضه معلش يعني كان لازم ان احنا نفكر ازاي نخرج من الأزمة دي. فكرنا ان احنا نعمل مهرجان سور الأزبكية، عملناه السنة اللي فاتت لمدة شهر برضه الحمد لله نجح، وحتى الجمهور كله كان بيطالبنا ان احنا نعمله مرتين بالسنة من جمال ورخص اسعار وندرة الكتب اللي فيه. فالناس كانت بتطالبنا ان احنا نعمله مرتين بالسنة، لكن احنا شفنا ان مرتين في السنة بالنسبة لنا هيبقى مجهد، لان احنا برضه مش هنلحق نكون كوننا كتب زيادة عن الكتب الموجودة. قلنا لا نخليها مرة واحدة في السنة وبس في نصف العام على فكرة لعبة جميلة حلوة بتاخد برضه مدة الشهر. حاجة حربي، هي المصادر بتاعة السوق هنا هوت من جرايد قديمة كتب قديمة بيبقوا ناس بيبيعوها او تجار بيبيعوها، تجار مثلا ربابيك بيبيعوها هنا ولا ناس بالملايين؟ ازيك على بعض ازاي؟ ازاي الميكانيزم او ازاي هو اللي حاصل؟ يعني معلش احنا لينا وسائل متعدده للتسويق بتاعنا. يعني مثلا ممكن حد بينشر مثلا يقول انا عندي شويه كتب او مجلات عندي بتبيع، او حد بيجي لنا احنا هنا عارف ان ده سوق الكتاب القديم، او حد بيجي لنا بيدينا عنوانه او تليفونه بنتواصل معاه ونروح نشوف الحاجه اللي عنده. لو اتفقنا بنشيل حاجتنا وندفع فلوس تمام. دي وسيله من وسائل التسويق بتاعنا. طب ايه اكتر كبقى واحد عنده مكتب، حضرتك عندك مكتبه متوارثه من الجد للاب للابن وان شاء الله يعني بعد عمر طويل، ايه اكتر كتب مطلوبه من الناس عند حضرتك؟ والله انا هقول لحضرتك ان القارئ اختلف. فمن هنا برضو الكتب اختلفت، بمعنى ان كتب التراث بقى قليل الاول اللي بيطلبها، يعني نادرا لما حد بيطلب الا ان كانت ناس يعني ناس باحثين او ناس متعمقه او في الثقافه. بالنسبه للشباب كلهم النهارده بيدور على الحاجه الحديثه، الشاب النهارده عايز الروايه الحديثه، حتى الروايات القديمه يعني مثلا نادرا لما بيصادف شاب بيسال عن محمد عبد الحليم عبد الحميد عبد الحميد جوده السبحار يوسف ادريس ويوسف السباعي عبد القدوس، نادرا لما بيسالوا على الحاجات دي. لكن على فكره برضه عايزين نقول في الشباب علشان في سبوت معموله على الاستاذ نجيب محفوظ، فمن هنا غالبيه الشباب عارف الاستاذ نجيب محفوظ وبيطلبها حاجه. لكن برضه نادرا من الشباب اللي بيطلب برضه الكتب التراثيه والكتب العلميه، نادرا من الشباب اللي بيجي. نادرا يعني اتغير الكل فتره بيتغير في الفترة دي كلها. العقليات برضو بتغير، التكنولوجيا الحديثة اللي دخلت علينا برضو غيرت مفاهيم ناس كتير. مفاهيم كده. طب في المجلات والجرايد القديمة في حدث معين عليه طلب أكتر من الأحداث التانية؟ لا والله عموما احنا برضو الناس اللي بتحب تقتنف بالحاجة القديمة هما ليهم طلبين. يعني أول حاجة مثلا يكون حاجة عليها حدث، حدث نفس حدث الساعة. دلوقتي مثلا زي الحرب العالمية التانية مثلا، حاجة زي حرب 48، حاجة زي حرب أكتوبر 73، حاجة زي وفاة مثلا مشهور من المشاهير، حاجة مثلا زي مثلا الطبعة الأولى من أي كتاب أو الطبعة الأولى من أي جورنال أو أي مجلة. ناس كتير مهتمة بالحاجة دي إنها تبقى عندها. طب ايه اكتر حاجة قيمة عند حضرتك في والله شوف حضرتك انا حتى طول عمري عندي مادة بقول اي كتاب طبعا ده يبقى بالنسبة ده قيم. اي كتاب مطبوع حتى لو كتبت ببيع ب 2 جنيه هو قيم، لان ده فيه فكرة. طالما فكرة واخد بالك يعني معلش عصارة تجربة انسان او فكر انسان، فمفيش كتاب افضل من كده. طبعا الافضلية بترجع برضه للتاريخ لأهمية الموضوع، دي بتبقى افضلية. لكن انا من وجهة نظري دي حاجة عقيدة عندي، اي كتاب مطبوع ده كتاب مهم.